Use the moment area theorems and determine the slope and deflections at B. الإلاستيك كيرف هيكون بالمنظر ده. عند نقطة A السلوب بصفر والديفليكشن بصفر. عند نقطة B الثيتا هتكون الفرق في الـ M على AI بين الـ A والـ B. طبعا المومنت شكله ازاي؟ لو خدنا مقطع هنا يبقى المومنت كده هيبقى ماينس M ماينس P في X بيساوي صفر، يبقى المومنت بيساوي ماينس P في X. يبقى هنرسمه بالمنظر ده. عند ال L ال X تتشال تبقى L، يبقى ماينس P L على AI. الأريا دي نص القاعدة في الارتفاع اللي هي نص في L فماينس بي ال على 2، معنى كده هتبقى ماينس بي ال تربيع على 2 اي اي. الفرق ده هو الفرق في الثيتا بين البي والاي. طيب الاي عندها الثيتا بصفر، معنى كده ان الثيتا بي هو نفس الفرق ده، لان الثيتا اي قلنا بصفر انها فيكسد، وبالتالي الثيتا بي هي نفس الفرق ده الثيتا بي اي، فتطلع ماينس بي ال تربيع على 2 اي اي. طب وبالنسبة للديفليكشن قلنا الاي عندها السلوب بصفر، فلو مديته مع التانجنت عند البي اللي هو هنا كده، فالفرق ده هو نفس الدلتا بي اللي هو التي بي بالنسبة للاي. يعني الفرق في التانجنت، التانجنت ده مع التانجنت ده هو نفسه الدلتا بي اي، دلتا بي اللي احنا عايزينها اللي هو التي بي اي. طبعا لو خدنا مدينا ده مع ده هيجيب لي هنا فرق، ده برضو ده تي اي بالنسبة لبي، بس مش ده اللي احنا عايزينه. احنا عايزين ده الحتة دي، فعايزين التي بي بالنسبة للاي. يعني امد الاي والتانجنت عند البي الحتة دي هتديني الدلتا بي. يبقى هناخد المومنت للام على اي اي لود عند نقطة بي، الحتة دي حسبناها بي ال تربيع على 2 اي اي اللي هي نص بي ال على اي اي في ال، كل دي الاريا اللي هي دي هضربها في المسافة من هنا لهنا اللي هي تلتين ال ال 2 ال على 3. معنى كده هيطلع التي بي بالنسبة لإيه اللي هي دلتا بي بتساوي بي اتنين تروح مع اتنين، يبقى بي ال تكعيب على تلاتة اي اي، والماينس تقول لي ان الديفليكشن اللي تحت. الاريا هنا كانت كده، فهناخد من هنا لغاية هنا اللي هي تلتين ال ال، فخدنا عند البي عشان احنا عايزين التي بي بالنسبة للإيه اللي هي الدلتا بي.